جابر، ايوه قول لي الوضع دلوقتي. ناس تشكي انه حتى قطع الغيار مش موجوده، ده صحيح؟ مظبوط. يعني المخزون بتاع قطع الغيار النهارده، يعني عاوزين نقول على حاجه مهمه. النهارده العربيه بقت اساسيه. يعني النهارده بالنسبه لحضرتك او بالنسبه لاي حد، العربيه اهم من يعني من يجيب حاجه لبيته. نعم. فالنهارده انا النهارده عشان اجيب قطعه الغيار، النهارده انا بطلع بتعامل مع المستورد. فالمستورد النهارده بياخد مني الفلوس. بيحولها دولار. فالنهارده يعني احد المستوردين قال لي انا يعني مش هبيع. مش هيبيع، لان هبيع بخساره، لان انا النهارده يعني وقف غالي، ما هيبيع وهيشتري بالغالي. فالنهارده لما ابيع حاجه مثلا ب 1000 جنيه عشان اشتريها، هشتريها ب 1200 جنيه. طب انا ابيعها ليه؟ ما انا اخليها. فحتى يعني بدون ذكر اسماء، في احد الوكلاء يعني احدى الوكالات منعت بيع قطعه الغيار للمستهلك او للمستهلك، ومنعتها للموزع اللي هو انا مثلا موزع للشركه دي. اشترطت حاجه واحده، ان انا عشان ابيع قطعه الغيار ابيعها في مركز الخدمه عندي. النهارده هيستفاد طبعا بصيانه. زائد حاجه تانية، النهارده قطعه الغيار مش متوفره، لانه اللي هيبيعه مش هيلاقيه. حاجه كل العربيات ولا بعض العربيات خاصه الاوروبي؟ ما هو ولا كله الياباني والاوروبي كله بيستورد؟ كله بيستورد. نعم. يعني مش هنتكلم لا في حاجه، لا بتكلم على قطع الغيار. قطع الغيار بصفه عامه. يعني سواء يعني مشكله كل انواع العربيات. وزائد ان عندنا حاجه مهمه قوي، ان احنا النهارده ما عندناش قطعه غيار مصنعه محليا. يعني ما عندناش تصنيع محلي لقطعه الغيار. ايوه. او يكاد يكون منعدم. حتى لو انا مثلا في قطعه غيار ايا كانت، هي فلتر او تير، انت ما بقاش عندك الثقه انك انت تركبها في عربيتك لانتاج محلي. انا بدور على الحاجه ليه؟ ما احنا عايزين نعمل انتاج محلي وندي الثقه للناس. ما هو الثقه ان انا هعمل منتج محلي اهو على مستوى. ما هو فانت بدل ما اجيب المستورد ده باسعار قد ايه، لما تعمله هنا تقلل التكاليف بتاعته وكذا، وبالتالي اخدها ارخص. ما هو ما فيش، وتبقى المتميزه زيها زي اللي بره. صعب 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 اعملها يعني؟ لا، في مصنع صعب. لا، في مصانع مثلا مصنع فلاتر، مصنع تيل، ما يدينيش نفس النوعيه اللي بره، بيديني يعني اقل شويه، اقل جوده. اقل جوده. احنا مشكله في الجوده، في الجوده. عايز الجوده، عاوز الجوده هنا بعد اذنك. لا بص، هو احنا لو احنا هنشتغل على ان احنا عندنا الجوده، هنا بيتكلم على الجوده. لا انا مش معترض ان الجوده مش الجوده، يعني كل حاجه ممكن اعملها سهله اعملها. والدليل على كده ان في بعض الشركات وفي بعض المصانع الكبيره اللي جت تعمل هنا مصنع وهتصدر منه لاوروبا والعالم كله. نعم. اللي هي الضفاير. نعم. وشركه عالميه. نعم. يعني ما تجيش هنا تستثمر الشركات. احنا عندنا الامكانيه ان احنا نجيب الناس دي اللي كانت بتصنع بره، تيجي تدينا النو هاو او ايه هو فحوه او محو نوع المنتج اللي انا اقدر اصنعه اللي اقدر اطلعه بره. من اسبوعين سياده الرئيس كان في المنطقه الاستثماريه في مدينه نصر، كان في عربيات اللي هم شركات بتصنع هنا في المنطقه، بيودوا ايطاليا، بيودي فرنسا، بيودي انجلترا، بيودي يعني من هنا بيصدر، مش يعني بيصدر للدول الكبيره. طبعا احنا عندنا امكانيه. انت عندك تقدر تعمل، بس هي مشكله ان انت ازاي تبدا، هي دي المشكله. اللي هي الضفاير يمكن وبعض الحاجات. دي الضفاير دي خلاص تم الاتفاق عليها. لمصنع هيصدر. نعم. للعالم كله، مش مصر مثلا، مش مصر. نعم. لا ده هيصدر للعالم كله. الناس بتنقل استثماراتها وبتنقل مشاريعها تيجي مصر هنا عشان تبتدي تعمل مشاريع. نعم. فاحنا في الخطوه الحقيقيه لازم ان احنا عندنا مشكله، كلنا نتكاتف على ان احنا نحل مشاكلنا بالصناعه.